تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة منافسة دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 ممثلة ب13 رياضي ورياضية، وهي المشاركة الثالثة والأكبر في تاريخ مشاركات الإمارات في الأولمبياد. يضع لاعبو الإمارات المشاركين في أولمبياد ريو نصب أعينهم تمثيل الوطن أحسن تمثيل في هذه التظاهرة الرياضية الفريدة، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية دعمها المستمر لأبطالنا الذين يسطرون بإرادتهم وعزيمتهم تاريخاً حافلاً للرياضة الإماراتية، لا سيما أن عدد الرياضيين بالدورة غير مسبوق في سلسلة المشاركات الأولمبية التي تحمل هذه المرة رسائل عديدة ومهمة للعالم بأكمله، أبرزها التأكيد على الأهمية والمكانة التي تحظى بها رياضة المرأة على مستوى الدولة، حيث تشارك أول سباحة إماراتية بالألعاب الأولمبية وهي ندى البدواوي، بالإضافة إلى وجود العنصر النسائي في أكثر من لعبة خلال فعاليات الحدث. يشار إلى أن لاعب منتخب الإمارات للجودو توما سيرجيو أحرز الميدالية البرونزية بوزن 81 كيلوغرام للرجال، محققاً أول ميدالية عربية بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، وتفوق توما 29 عاماً على الإيطالي ماتيو في مباراة تحديد المركز الثالث.